عمرو، ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك. مباراة كبيرة، مباراة حماسية مع فريق كبير زي الهلال، لكن هي كانت بميدالية، وميدالية مهمة بالنسبة للأهلي وجماهيره. طبعا يعني النادي الاهلي طبعا اي بطوله بيدخلها بيلعب على بطوله. كان عندنا طموح احنا والجمهور السنه دي ناخد ميداليه مختلفه، كان نفسنا نلعب في النهائي بس الظروف ما ساعدتناش. اللعيبه كانت مركزه النهارده، مهما كانت الظروف مهما كانت المباراه صعبه قدام فريق كبير لازم ان احنا نعمل اداء ونتيجه كويسه، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحقق الميداليه. السولاي بالذات بيعاني اكيد من ضغط مباريات كتير سواء مع منتخب مصر، مجهود كبير وعظيم، وطبعا وصول المباراه النهائيه لكن ما كانش لينا نصيب، لكن في نفس الوقت ضغط ماتشات كبير جدا وبتادي واحد ابرز اللاعبين في مصر ان لم يكن افضلهم. ما فيش طبعا يعني الضغط اللي احنا فيه ده طبيعي طبعا عشان مباريات المنتخب والمعسكرات والكلام ده، الواحد بيحاول يعني يعمل ريكفري على قد ما يقدر، وهنا طبعا المدرب بيحاول يريحنا على قد ما يقدر لو في فرصه، بس ده قدرنا ان احنا بنلعب في النادي الاهلي، بنلعب على بطولات وبتلعب منتخب مصر، فلازم تبقى موجود على طول ومركز وبتأدي بنفس الاداء، والحمد لله على المكسب النهارده. لولا الظروف كان ممكن نوصل النهائي؟ طبعا طبعا، كان حلم الناس كلها وحلم اللعيبه كلها ان احنا نوصل نهائي، وكان الموضوع سهل مش صعب، بس الظروف ما ساعدتناش. البرونزيه الثانيه ليك ان شاء الله باذن الله السنه الجايه. السنه الجايه ان شاء الله ميداليه مختلفه.